الساعة واحدة بالليل تعمل ايه؟ عايز ايه؟ جاي الساعة واحدة بالليل تعمل ايه؟ جاي ناخد عرض. خد يا عم يا عم ما انت خلي هاي 5 4 3 2 1 والله بجد خلينا نخلص. يلا يلا. بما ان انا بسافر كتير ودايما بقابل ناس يعرفوني واول حاجه بيشمها فيا هو ريحه البرفان، بيبقوا فاكرين ان انا جايب برفان غالي، بس انا جايب برفان دايما بيثبت فيا وجايبه من عند صاحب المصري شفوس. وبما ان انا مسافر الرحله الجايه من طنجه للسعوديه رحله تقريبا 20 يوم او اكتر، والبرفانات اللي عندي خلصت، واحد بسافر ليل نهار ما بعتقهاش يعني، فجيت ان انا اخد من عنده باك 6 وحب المفروض ان هي كانت 5 ب 220 درهم، فقال لي انا هديك 6 ب 200 درهم والعرض دوت لمده 3 ايام لمتابعينك، عشان يعني حابب ان هو يدلعني مصري بقى وكده. فشكرا يا باشا على التدليعه الحلوه دي. باك جامده عباره عن 6 روايح جامده بتثبت والله العظيم بدون فعلا اي تجميل، الروايح ديت بتثبت بطريقه رهيبه، وانا من ساعه ما جيت هنا ما بقتش اقدر استغنى عنها. شكرا يا باشا. العفو يا باشا، وبيك انتوا متابعينك حبيبي. اهلا وسهلا. العرض انا كنت عامله لمتابعين عماد، بس عملته لكم الشهر اللي فات او قبل العيد من حوالي تقريبا 3 اسابيع. شهر عرض الستة ب200 بعمله مره في السنه، بس العمده قال نعمل عرض لمتابعينه، قلت له اوكي. قلت له برضه هعملها فيديو كده اليوتيوب، مش منزله على الصفحه ولا حاجه غير للمتابعين بس، متابعين العمده او متابعين شيفوس. اللي عايز يطلب يقول من طرف العمده او من طرف شيفوس ياخد الستة ب200 درهم لمده 3 ايام. تحياتي.